ضمن اهتمامات الصحف العربية والعبرية الصادرة اليوم، كتبت الأهرام المصرية أن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك أعلن ترشحه رسميا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقلة ليز تراس. وبهذا الترشح تشير الصحيفة ينضاف سوناك إلى زعيمة مجلس العموم بيني موردونت التي أعلنت بشكل رسمي ترشحها للزعامة إلى جانب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. الصحيفة قالت إن محاولات لرأب الصدع داخل حزب المحافظين للتوافق على مرشح واحد قد فشلت بعد محادثات بين سوناك وجونسون، مضيفة أن أكثر من 140 نائبا أعلنوا دعمهم لسوناك مقابل 75 لجونسون و27 لموردونت. صحيفة الراية القطرية واصلت اهتمامها بكأس العالم 2022، حيث كتبت في افتتاحية تحت عنوان نهضة سياحية تواكب المونديال أنه مع اقتراب الموعد تتواصل الاستعدادات من أجل أن تفي قطر بوحدها للعالم بتوفير تجربة رياضية وسياحية مذهلة لزوارها خلال هذه البطولة. في إسرائيل كتبت صحيفة هاريتس أن حزب الليكود وجه رسالة إلى منظمتين تشجعان التصويت في الوسط العربي محددا بأنه سيقدم ضدهما التماسا إلى لجنة الانتخابات المركزية. وقالت الصحيفة إن منظمتي زازيم والوقوف معا ردتا بأنهما لا تشجعان أعضاء المجتمع على التصويت لحزب معين، ولكن فقط للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت.